السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي صديقتي، إن شاء الله دائما في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم الحلوة ديال زمان، الحلوة ديال الطفولة. كتجي أكثر من رائعة، كتذوب في الفم بطريقة جد سهلة وبسيطة، والمكونات كيف العادة في متناول الجميع، والنتيجة رائعة رائعة. كما لاحظتوا كتجي هشيشة، كتذوب في الفم ذوبان. فغادي نبداو على بركة الله. فخديت هنا جوج ديال البيضات، دائما البيض يكون بالحراره ديال المطبخ هكا باش كتنجح معنا الحلوه ديالنا. غادي نضيف عليها كاس ديال السكر سنيده وغادي نحلهم مزيان بالطراب. غادي نزيد قبيصه ديال الملح، ساشيه ديال الفاني. دائما كل اضافه ضفتها غادي نخلطها مزيان. غادي نضيف كاس ديال الزيت، دائما المعيار هو كاس ديال العنبه. بعد ما دخل الزيت مزيان غادي ناخذ واحد الياغورت نتاع الفاني وغادي نضيفه. غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الدقيق، جوج كيسان، وغادي نضيف معاهم جوج كيسان ديال الخميره ديال الحلويات. من بعد ما غادي نخلط هاد جوج كيسان ديال الدقيق مع دوك جوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، ما يعادل 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نستغنى على الطراب اليدوي وغادي ندوز باش غادي نجمع العجين بيديا. غادي نبقى نضيف الدقيق. هنا ضفت الكاس الثالث، دائما الكاس الثالث غادي نبقاو نضيفوه بالتدريج. والعجين ديالنا غادي نحاولوا غير اننا نبقاو نجمعوه على هذا الشكل هذا بلا ما ندلكوه هكا باش كتجي الحلوه ديالنا فتيه بزاف وكتذوب في الفم. هنا من بعد ما ضفت الكاس الثالث كما كتلاحظوا العجين مازال خاصو الدقيق. ففي المجموع هنا صديقاتي دخلت 4 ديال الكيسان لارب، 4 ديال الكيسان لارب. فهاد الكميه ماشي اي واحد غادي يدخلها، لانه على حسب الحجم ديال البيض واش كبير ولا صغير، على حسب نوعيه الدقيق واش كيمتص ولا لا. لهذا بقاو ضيفوه بالتدريج حتى تحصلوا على واحد العجين اللي كيكون باليد اللي كتخدموا غادي يكون كيلتصق، ولكن الا قصتوا باليد الاخرى اللي ما فيهاش العجينه غادي تحسوا بان العجين ديالكم ما كيلتصقش. هنا قبل ما تجمع لي العجينه فرقتها على جوج هكا باش كيسهل لي انني ندخل فيها الكاكاو. فبالنسبه للعجينه الاخرى اللي غتبقى بيضاء زدت لها هكا شويه ديال الدقيق ففرقتها قبل ما تقصح ليا باش يدخل ليا الكاكاو في الجزء الثاني بكل سهوله. الجزء الاول غادي نبقى نضيف له الدقيق حتى تنحصل على واحد العجين ما يكونش قاصح على هذا الشكل هذا، كيكون طري طري كيجي رائع. هنا ضفت معلقه كبيره عامره مزيان ديال الكاكاو المر. كما ذكرت معكم كنخليو العجين شويه خفيف باش هكا الكاكاو كيدخل لينا بكل سهوله. فيمكن لكم تضيفوا حتى معلقه ونص ديال الكاكاو على حسب اللون اللي تحصلتوا عليه. الا كان مغموق تتحبسوا، كان مفتوح بزاف فكتضيفوا واحد شويه ديال الكاكاو المر. على هذا الشكل هذا كما لاحظتوا العجين طريه ماشي قاصحه، تجي طريه ما بين اليد. فلا باليد اللي نتوما كتخدموا راه كتكون كتلصق، ولكن الا سييتو باليد اللي كتكون قير ما كتلصقش. دابا غادي نبدا نحربلو على هذا الشكل هذا. كناخذ واحد الكويره تقريبا صغيره من الحجم ديال البيض وكنديرها رولو على هذا الشكل هذا، تيكون القياس ديالها بحال القياس ديال الصبع نفس القياس. فما نديروهاش كبيره بزاف لانها فيها جوج ديال الخمارات مازال غادي تنتفخ. فهذا هو الحجم ديال الكويره اللي خديت، كنحربلها على هذا الشكل هذا حتى تنرققها بهذا الشكل هذا، وكنحطها ملتصقه مع الرولو الاول اللي بيض على هذا الشكل هذا. غادي نستمر الا كان شي فائض كنقطعها هكا بالموس. اللاطا اللي غادي ندخل الفران دهنتها بواحد شويه ديال الزيت او تفرشوا لها الورق ديال الطهي. كما لاحظتوا هذا هو الحجم ديال الكويرات. فغير كتبداو ثلاثه ديال الرولو هكا الاول فغادي تبقاو تضبطوا الكميه ديال العجين في يديكم باش ما تشيطلكمش كاع ديك الشياطه اللي كنقطعوا. فهكا غير كنزيدوا هكا ثلاثه اربعه ديال الكويرات كنوليو كنتحكموا في الحجم اللي غادي يكفينا الصينيه ديالنا. فهاد الاثناء راه الفرن تيكون مسخن مزيان، ضروري ان الفرن ديالنا يكون مسخن مزيان. فاش ندخل لاطا كننقص النار كتكون منخفضه يطيب على المهل ديالو.
باش كتنجح الحلوه ديالنا حتى تيتحمر لينا من التحت، عاد باش غادي نشعل عليه الفران من الفوق. غادي نستمر هكا وغادي تلاحظوا معايا كيفاش غادي بعد ما غادي نسالي هاد الرولو هذا كيفاش غادي نثبتهم مع بعضياتهم باش كيجيو لينا مثبتين. فهنا من بعد ما ساليت كنبسطهم هكا واحد شويه بيديه، او ناخذ هكا واحد الكاس يكون احسن، واحد الكاس هكا ديال العنبه، وندوزو من الفوق على هذا الشكل هذا باش كيلتحموا مع بعضياتهم وكيجيونا في التقطاع رائعين وملتصقين. فما كنضغطش بزاف، راه الا لاحظتوا معايا راه ما كنضغطش، غير كندوز الكاس هكا بالخف، ماشي كنبرك عليه بزاف، غير باش يستوي لي هاد السطح ديالو يجي ملس على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. هنا من بعد ما خرجته من الفران كنخليه حتى تيدفى واحد شويه، عاد كناخذ العسل او المربى ديال الحلوه. انا خديت العسل عطاه واحد المذاق رائع، كيف يمكن لكم ديروا المربى ديال الحلويات ديال المشمش، دهنوه هكا في الوجه ديالو مزيان. فانا فضلت انني نستعمل العسل، كنخليه واحد شويه حتى تيدفى واحد شويه، عاد كندير هاد العسل هذا. عاد كناخذ الكوك وكنرشو على الوجه ديال الحلوه ديالي، كتجي رائعه رائعه بزاف، كتذوب في الفم، كتجي هشيشه. انا متاكده ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. فكتقطعوها بالقياس نتوما اللي بغيتو، فانا خديت تقريبا هكا 4 ديال الخطوطه وكنقطع بالطول، ومن بعد غادي نقطعوها هكا بهذا الشكل هذا بالعرض. المهم القياس نتوما كتحكموا فيه، بغيتوهم صغيورين بغيتوهم كبارين على حسب الرغبه ديالكم. فغادي نستمر هكا حتى تنقطع الكميه كامله، فراه غادي يعجبوكم بزاف بزاف. الطريقه ديالهم سهله بسيطه سريعه، المكونات ايضا جد بساطين، اي بيت غادي توفروا عليها. فدائما كنبغي نشارك معكم امور اللي سهله وبسيطه، واي واحد يشوف الفيديو ديالي لا في الطبخ العادي لا هكا في الحلويات يلقى المكونات متوفرين عنده في المنزل، والنتيجه كنضمنها لكم ان شاء الله غادي تكون رائعه. فدائما كنبغي نشارك معكم امور اللي جيت سهله وبسيطه والنتيجه اكثر من رائعه. فغادي نخليكم صديقتي مع الصور النهائيه ديال الحلوه ديال اليوم، وغادي نقطع لكم هكا وحيده ما بين يديا باش كتشوفوا الطراوه ديالها وكي كتجي فتيه رائعه رائعه بزاف. فكنتمنى صديقتي الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، فما تنسونيش من اللايك ديالكم والتعليق ديالكم الايجابيه او البارطاج الى كنتو جدد. فدائما كنرحب بكم، مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة. شكرا، دمتم بخير.